السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. ثالث اليوم رح ناخذ ورقة عمل على المجسمات، رح نلعب لعبة اسمها لعبة من أنا. هيا بنا نبدأ. شكلي كروي ولا يوجد لدي رؤوس ولا أوجه، فمن أنا؟ مين المجسم اللي ما له لا رؤوس ولا أوجه ولا أي شيء؟ حكينا شو هو؟ أحسنتم، إذن هو الكرة. أنا مجسم لي 6 أوجه على شكل مربع ولي 8 رؤوس ولي 12 حرف، فمن أنا؟ أحسنتم، مين المجسم اللي شكله مربع؟ بنركز على الشكل، إذا شكله مربع إذا هو المكعب. أنا مجسم لي فقط وجهان دائريان، فمن أنا؟ مين اللي له وجهان دائريان؟ أحسنتم، هي الأسطوانة، حكينا لها وجهان على شكل دائرة. أنا مجسم لي 6 أوجه جميعها مستطيلة، فمن أنا؟ مين اللي جميع أوجهه مستطيلة؟ هي متوازي المستطيلات. أنا مجسم لي وجهان، وجه دائري واحد الشكل، فمن أنا؟ المخروط. إذن الشكل الكروي اللي ما له ولا رؤوس ولا أوجه هو الكرة. المجسم اللي له 6 أوجه كلها مربعة و8 رؤوس و12 حرف هو المكعب. المجسم اللي له بس وجهان دائريين ولا له عدد من الحروف ولا عدد من الرؤوس هي الأسطوانة. المجسم اللي له 6 أوجه جميعها مستطيلة هو متوازي المستطيلات. المجسم اللي له وجه واحد دائري وأيضا له رأس واحد الشكل هو المخروط. هيك يا ثالث بنكون راجعنا وأخذنا ورقة عمل على المجسمات. يعطيكم العافية.